مع ضيفتنا بالاستوديو الاختصاصية في التربية الأستاذة رولا بريمو لنحكي اليوم على أشكال العنف يلي ممكن يتعرض لها الطفل مجدولين بالمنزل وكيف لازم على الأهل اليوم يتعاملوا مع هذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. سعد وقتك يا رب. اليوم بنلاحظ أنه الطفل عم بيكون معرض للعديد من العوامل يلي إما بالعنف بالمدرسة أو غيره من أصدقائه أو ممكن العنف اللفظي حتى. هل في مبررات أصلا ممكن تواجه ظروف الطفل حتى يخليه يتعنف؟ هلا أنا بدي أبدأ بداية صادمة بالحقيقة. الطفل أول تعنيف بيتعرض له هو من أهله. يعني رح أبدأ بالترتيب إنه طفل وقت بيكون كتير صغير بيجي الجارة والأخت إنه ليش أكل وشربان ونظيف، ليش عم يبكي، حطيه بالتخت وروحي. هذا نوع من أنواع التعنيف للطفل، لأنه هو بالحقيقة مو بس الأكل والشرب يلي بتعطيه الحنية، هو محتاج لحنية أمه. فهي بتكون أول صدمة. أنا عم حاول احكي شوي بسرعة. الصدمة الثانية والعنف الكتير كبير اللي بيتعرض له الطفل بمجتمعاتنا هو التنظيف. مرحلة التنظيف وقت الام بتضرب ابنها او بتعنفه لانه ما دخل على التواليت وهو بالحقيقة ما له لسه عارفان شو الوضع. يعني نحن بنتفاخر انه مننظف الطفل بكير، بس هذا تاني عنف بيتعرض له الطفل. هلا هدول الاثنين عن جد بيأسسوا لمرحلة عنف كتير سيئة، لانه الطفل بيكون محتاج محبة وما عارفان انه شو اللي عم بيصير. هلا العنف المجتمعي كتير موجود نحن عنا، لانه التنمر موجود ودائما الخطا من الكبير، لانه نحن كتير بنحكي احاديث بنسخر فيها على بعض الاشخاص جنب اولادنا، فهن هذا الشيء بيصير يعني نوع من القوه انه الواحد يسخر من الاخرين. فالطفل وقت بيروح على المدرسه، الطفل اللي معنف كتير من اهله اما بيكون ضعيف جدا اذا رفقاته قوايا، او هو بيمارس نفس التعنيف اللي صار عليه على رفقاته الأضعف منه على المحيط. لذلك بتصير هي دائرة أنه كل قوي بيعنف الأضعف منه. تماما. اليوم أستاذ إذا بدنا نروح للإجراءات يلي لازم نتبعها اليوم مع الطفل المعنف، سواء عنف أخوه أو عنف أصدقائه بالمدرسة، شو هي الإجراءات يلي ممكن نتعامل فيها؟ هلأ الطفل تحت السنتين إذا بالبيت هو عم بيمارس العنف معناته هو متعنف وهو محتاج لعاطفة فعلا. وقت اللي بده يعمل عنف نحن بدنا نضمه، إلا إذا ضرب الأم أو الأب. في حالة الضرب نحن بنمسكه من المعصم وبنحاول نشد شوي ليتألم لحتى يحس إنه هذا التصرف غلط. بس أي نوع من العنف الثاني لا، نحن منضمه ليهدى شوي وبنحكي معه بهدوء، لأنه هو واضح إنه العنف أخده من البيت ونحن بنغير تصرفاتنا. أما بالمدرسة فطبعا أكيد مقولة إنه اللي بيضربك ضربه ما أنا ظابطة، لأنه بتصير سلسلة من العنف. لا، الطفل يلي بيتعنف المفروض المعلمة يلي هي تكون كتير واعية وهي تطلب من اللي عنف الطفل الثاني انه يعتذر منه. لازم يعتذر منه لحتى ما يحس هو انه حقه ضاع، لانه هو رح تصير هاي نقطة ضعف فيه، بيصير ضعيف قدام الاقوياء وبيصير بيقوى على الاضعف منه. لازم ياخد حقه لحتى كرامته ما يتعود انه تهون عليه. فهون الكبير هو اللي دوره كتير مهم. تمام. في نمط اطفال بطبيعة الحال بيكونوا اشخاص مسالمين ان كانوا اشخاص متعرضين للتعنف او غيره، فهدول الأطفال لما بينطلقوا للمجتمع وللوسط بنحس أنه انظلموا، فأنا كأهل كيف ممكن أني أدعم طفلي المعنف خارجيا؟ هلا الموضوع فيه وراثة. يعني البيت يلي الأب والأم كتير مسالمين بيطلع الطفل كتير مسالم. فأنا لا، دائما بدي أعوده على مفهوم الحق. يعني بدي أبدأ عيش الحق بالبيت، أنه مثلا حقي أنا أقول هيك ومو حقي أنا أحكي مع العالم هيك. وما لازم بقى حتى إذا أنا كنت شخصيتي هادئة مسالمة فما كتير هذا الموضوع منيح للطفل، لأنه بالمدرسة عن جد بيتعرض للتنمر. فأنا لازم أعطي كلام كتير إيجابي لأبني. لازم أهم شيء إنه الرياضة. ثقة الطفل بنفسه كتير بتقوى وقت بيكون جسديا قوي، وقت بيكون جسديا قدران يدافع عن نفسه. يعني مثل ما بيقولوا بيكون قلبه قوي. يعني انه يكون متصالح مع جسده وقلبه قوي. تماما. اليوم اذا بدنا نروح لحاله، اذا بدنا نقول يعني الاهل بيدعوا الطفل نوعا ما لممارسه العنف سواء على اصدقائه، في مقوله يعني كثير بنسمعها اللي بيضربك اضربه. تمام. فقديش هاي المقوله صحيحه وشو تعليقك على هذا لا الموضوع؟ هي ما انا صحيحه هي، لانه العنف بيولد العنف. بس نحن لازم نعلم الطفل انه يدافع عن نفسه. يعني مثلا اذا اجى ولد بده يضربه لا، لازم يدفشه. يعني مو
اللي بيضربك بيضربه بابا انت لازم تدافع عن نفسك. يعني اذا اجى ولد بده يضربك بدك تمسكه من ايده، اذا اجى ولد هجم عليك بدك تدفشه. هي حالة دفاع عن النفس اكثر، هي حالة تمام دفاع عن النفس. وهون بنرجع لفكرة الرياضة، بس لا نحن لازم يكون عم يدافع عن النفس، واهم شيء الاهل والتربويين. يعني مثلا اذا كنت انا واختي واجوا اولادنا عم يتقاتلوا مع بعضهم، مو مشان ما زعل اختي بترك ابني ياكل قتلة، لا ما انه صح ابدا. ما في حدا بالدنيا اغلى من الولد، فانا لازم انتبه لهذا الموضوع انه بدهم يعتذروا منه وبدهم يتعاقبوا لحتى ابني يكون اخذ حقه. تماما. قديش اليوم مجدولين يعني دور الارشاد النفسي بالمدرسه بيلعب دور بهذا الموضوع؟ كثير كثير مهم. وحتى دورات تدريبيه للمعلمات، يعني لازم المعلمه بالصف تكون على درايه انه اذا شافت ولدين عم يتقاتلوا دارت وشها، فهي كثير اثرت على مستقبل الطفل يلي انضرب او يلي تعنف. مدام اليوم لما بنطلع على طفلنا بنلاقي انه نحن قادرين الى حد ما نسيطر على سلوكياته وعلى اسلوبه ونمط شخصيته، ولكن نحن غير قادرين على السيطره على المحيط اللي هو عم بيكون فيه كبيئه. وبالتالي لما بيكون في طفل عم بيعنف طفلي، او مثلا بالطريق حدا اعطاه كلمه ما انا صح، او سمع تعنيف لفظي ممكن ياثر او وقعه على نفسيته يكون سلبي بشكل كتير كبير، فانا ما عم بقدر اني دعم طفلي بشكل دائم. وبتعرفي الطفل ببعض الاحيان قد يلجا الى انه يخبي ما يحكي الشيء اللي عم يتعرض له. فانا كيف ممكن اكون اقرب لطفلي يلي ممكن يكون عم يتعرض لاي ظرف من ظروف القساوه خارج نطاق المنزل؟ تمام. هلا اول شيء انا بدي اكون قويه، يعني الطفل بياخذ قوته من امه خاصه وكمان من ابوه، بس الاكثر ام لانه بيكون ملتصقه فيه. ثاني شيء بدي دعم دائما ثقته بنفسه، يعني نحن الشكل للطفل كثير بيلعب دور، يعني اخين واحد اشقر واحد اسمر، كثير الاشقر بياخذ مساحه اجتماعيه اكثر من الاسمر، طبعا بغض النظر صبي او بنت. فهي الشغلات اللي الام بدها تلعب فيها دور انه الطفل يكون متصالح مع شكله، لانه هي اكيد ما فيها تضل معه وتسمع اللي هو عم بينحكى. فهي ما بدها تلعب دور الحمايه له، بدها تلعب دور التدعيم، ثقته بنفسه، مصالحته مع نفسه وقبوله لنفسه لحتى يقدر يقدم لنفسه للمجتمع بثقه، واذا تعرض للعنف يقدر يدافع عن نفسه بدون ما يكون خايف. اليوم اذا بدي اروح لسبب يمكن ثالث بعيدا عن البيت والمدرسه، وهو عم بيكون موجود بكل بيت، التلفزيون العاب السمارت فون او العاب الايباد، قديش عم بتساهم بتعزيز موضوع العنف؟ كثير والله كثير عم بتساهم، وانا ما كنت على درايه لانه ما كثير بفتحهم، فهلا بالصدفه انه انا احيانا عم بريح دماغي والعب شويه شده، فعم يعطيني احتمالات العاب عن جد فيها دماء فظيعه وفيها عنف فظيع. فاول شيء الام كثير بدها تكون حريصه، هو اساسا الايباد وهدول كثير سيئين، بس بالنسبه للتلفزيون افلام كرتون ممكن يكون في افلام كرتون حلوه، بس بدها تقعد الأم وتشوفه مع الطفل، يعني حتى إذا في ملاحظات تكون عم تشرح له إياه، وتبعد قد ما بتقدر عن الأفلام الكرتون التجارية يلي هي بس لحتى تبيع بتعمل عنف فظيع. وبالنسبة لليوم للملاحظات اللي ممكن نوجه نظر الأهل عليها لحتى ينتبهوا أكثر على أولادهم، إن كان من اليوتيوب ولا غيرها من الأشياء اللي الطفل عم يتعرض لها، خبرينا شوية هيك نصائح. نصيحة انه الطفل وقت جبناه ما سألنا، فهو ما انه مسؤول عن الظروف اللي نحن ممكن نكون عم نمر فيها. بدنا كتير نتفرغ لابننا ونكون رايقين، ولو سمحتوا يا ابهات ويا امهات اقروا شوي، ومو كل شيء بيجينا من اول انه لا تحملي بيتعود على الحملان، انه من هون انا بتبلش مشاكلي مع الاهل وقت اللي مناخد كل شيء بدون ما نكون عم نفكر تماماً. فيه تماما. بس هون في فكرة كتير مهمة انه نمط شخصي، نمط المجتمع عم يفرض احيانا سلوكيات تربوية معينة، خصوصا لما بنقول انه هذا عيب مو انه هذا ما بصير، فكيف ممكن نغير مفاهيم المجتمع لحتى نطور اسلوب التربية؟ لازم يكون في بداية. يعني انا اليوم عيد المعلم، كل عام وانتم بخير. انا صار لي 30 سنة بمجال التعليم، بزعل من طلابي اذا بيرجعوا بيعيدوا الكرة بشيء هن تعبوا منه من اهله. فامتى بدنا نبلش؟ لازم نبلش، لازم نبدا، ولازم الام تقول لامها وحماتها لو سمحتوا انا عندي مصادر فيني اقرا. طبعا هن بدهم يزعلوا، بس بيزعلوا شوي بس لمصلحه الطفل بتبقى. تماما. اذا بدي اروح اليوم لدور الاعلام بهذا الموضوع، قديش ممكن يلعب دور بتوعيه الاهل؟ كثير، يعني بالحقيقه دور كثير، لانه الطفل بدون ما يشعر بيكون عم بيتفرج وكثير بيكتسب من التلفزيون. والاهم شيء اهم شيء المسرح،
المسرح نحن لازم يكون عندنا مسرح كتير للطفل. يعني من أسبوع كان عيد السعادة، فنحن عملنا له المسرحية للأطفال عن السعادة وعن الحزن، وجسدنا، لأن الطفل دائما الأفكار المجسدة بيقدر يستوعبها. فرجعوا الأولاد على البيت عم يحكوا لهم أنه أنا سعيد لأنه بأكل أكل صحي، لأنه أهلي موجودين، تيتا وجده موجودين. يعني وصلت الفكرة بشكل مجسد للطفل. فالتلفزيون والإعلان كتير بيلعب دور طبعا مهم. أكيد رسالة من حضرتك، خصوصا أنك معلمة، وكل عام وأنت بألف خير يا رب. مربي الأجيال فعلا أنتوا، أنا دائما بقول بيتركوا بشخصيتنا بصمة ما حدا بيتركها حتى وإن كان الأهل. فكل عام وأنت بألف خير يا رب. حبي أعرف من حضرتك رسالة ممكن توجهيها لكل أسرة فينا نقول منغلقة على أسلوبها أو نمطيطة بالحياة مع تربية الطفلة. تمام، الانفتاح شوي. أولادنا بدنا يعيشوا بعد 20 سنة، يعني بالتربية وحتى بالتعليم. يعني هذا النسخ اللي كان صفحة كاملة، لا، بعد 20 سنة ما رح يكون في ورقيات أساسا. فلو سمحتوا أنتوا عم تربوا أولادكم ليعيشوا بعد 20 سنة مو هلأ، فضروري أنكم تبدوا معهم بالتغيير. حلو كتير، الله يحمي كل الأطفال يا رب. إن شاء الله. وشكرا لكم على كل الرسائل اللي عم تقدموا لنا إياها كمعلمين، وفعلا رسالتكم عم تكون دائما نبيلة. كل الشكر لك.